بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الشعب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، لا يأخذكم بالحق لائمة لوم لائم، تحطون بين عيونكم ربكم اللي ما بينكم وبينه أي فارق، اللي ما بينكم وبينه أي فارق، وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقفوا ديانة للرب عز وجل، وجعلوا كلمة الله هي العليا. الدعوة إلى المساواة والصداقة بين البشر أجمعين، في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعاونوا ولتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أطلب يا أخواني منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون، مرحلة التعاون. ولله الحمد، الإسلام منتصر. ولله الحمد، الإسلام منتصر. ولله الحمد، الإسلام منتصر. ولله الحمد، الإسلام منتصر. الأمر الذي انعكس على تمسكها ووحدتها، دليل ذلك على مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبة: باسم الكرامة والآباء والإباء، وباسم شعوبنا التي تمكن منها اليأس، إن أناشدكم ونفسي أن أكون أكبر من جراحنا، وأن نسمو على خلافاتنا، وأن نهزم ظنون أعداؤنا بناء، ونقف موقفا مشرفا
يذكرنا به التاريخ وتفتخر به أمتنا. نابذين خلافاتنا صفا واحدا كالبنيان المرصوص، مستشهدين بقوله تعالى: ولا تنازعوا ولا تفشلوا وتذهب ريحكم، بقوله تعالى: ولا تنازعوا ولا تفشلوا وتذهب ريحكم. أطلب يا أخواني منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون، مرحلة التعاون، ومن الواجب علينا مساعدة أشقاؤنا في كل من شأنه تحقيق ماله وحقن دماءه وتجنيبهم. أستحلفكم الله. تحديات تستدعي منا اليقظة، ولا تسمعوا لا أعد مالكم في الانترنت هذا أخبار ولا الحمد العالمية. نعم كلها يعني ولا الحمد الله يجزيكم على خير. شيء زين والأكثرية لا، ذبح. الله حكيم يقول لك روح. في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعاونوا ولتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوني من دعائكم.